كمان البروتين والصلبين. يعني انا من خلال تجربتي لحد 3 سنوات 4 سنوات تقريبا مو هي في الكلاسيكية، يعني هذا ما تجاوز 20. الطفل يعني ياكل كثير ما صار اسمه المؤتمر هدف من المؤتمر هو تواصل مع الاطباء الاطفال والاطباء المقيمين في طب الاطفال والاطباء العامين بحيث مواكبه اخر التطورات والمستجدات العلميه والطبيه. عدد المشاركين في المؤتمر يقارب 50 طبيب موزعين على مختلف مناطق الشمال السوري. طبعا في المشاركين المحاضرين في المؤتمر 10 او يقارب 15 طبيب مشارك في المحاضرات من داخل سوريا ومن خارج سوريا. شو راح تتكرر؟ هلا اذا شهرين ثلاثه اربع عرض الطفل مخلصه او مرض صغير او بسبب هجره او ما شابه ذلك ما حيصير عزوم ترتيب بسبب نفس الشغل السابق. كان هناك نقاشات جيده لمواضيع مهمه بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمجتمع في منطقة المحرر. تم الاجتماع على يومين ومناقشة بعض الأمور الهامة في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. كانت هناك مداولات جيدة ورائعة للمحاضرين. خاصة بأعمال أقل من 6 أشهر. فإذا ناخذ وزن الطفل هو